اهلا وسهلا بحلقه جديده من برنامج بيت للكل. موضوعنا اليوم عن السياحه وتاثير السياحه على الاقتصاد العالمي، بتساهم ب 7% من التجاره الدوليه، لكن بدنا نتحدث اكثر عن يعني السياحه وخصوصا في الاونه الاخيره. بنعرف كان في تحديات جدا كبيره. اكيد يا ابراهيم، اكيد يا احمد. يعني بلادنا العربيه الساحره، فيها كل ما يمكن ان تناله من الحضارات والثقافات والبيئه المتنوعة والمناخ المتناقض. وإذا ما تحدثنا عن فلسطين بشكل خاص، ولو أن شهادتي في فلسطين مجروحة، نتحدث عن أنها مليئة بالحضارات، مليئة بالثقافات، هي مهد للأنبياء، وهي أيضا حاضنة الديانات السماوية الثلاث، مما جعلها معبدا تهفو إليه قلوب المؤمنين، وهي أيضا مليئة بتناقضات المناخية. إذا ما تحدثنا عن أخفض بقعة في الأرض إلى الوديان والسهول والصحاري وبعض الأنهار والبحر الميت، نتحدث عن الكثير من الأماكن الساحرة صراحة في كل بلداننا العربية الجميلة، وكيف لا والعراق الأجمل والأكثر جمالاً يا أحمد. شكراً يا ياسمين. أكيد كل بلداننا العربية وخاصة فلسطين اللي إلها المحبة في قلوب العرب، وهي قضيتنا الأهم. وسوف أقول عن العراق عبثاً ما أكتب يا وطني، إحساسي أكبر من لغتي، وشعوري نحوك يتخطى صوتي، يتخطى حنجرتي. عبثاً ما أكتب يا وطني، أتحدث حقيقة عن عمر وتاريخ وحضارة ل6500 عام من الحضارات الآشورية والأكادية والبابلية والسومرية، مزيج جميل متميز من شمال العراق إلى جنوبه بأماكن أثرية مهمة تحتاج الدعم الحقيقي للاهتمام ببابل، الاهتمام بسومر، الاهتمام بنينوى، المدينة الآشورية والحضارة الآشورية الكبيرة، بالإضافة إلى ذي قار المتنزه الجميل. هذه هي مهد للحضارات من بيت النبي إبراهيم وزقورة أور، بالإضافة إلى الأهوار الجميلة والماء العذب في هذه المناطق التي تكون في منطقة الناصرية وفي ميسان الحبيبة، وأيضا إلى شط العرب في بصرتنا الحبيبة، بصرة الطيبة، بالإضافة إلى دجلة والفرات وكل هذه الأماكن، بالإضافة إلى السياحة الدينية الموجودة في محافظاتنا العراقية من الشمال إلى الجنوب. يوجد كنز كبير هي السياحة في العراق لوجود الحضارات اللي مرت عبر الأزمان، خاصة في بلد اكتشف وأنتج الكتابة وحفر بأزاميل النحاتين على جدران كل حائط في كل مدينة في كل بقعة من الأرض العراقية كتاب وتاريخ جديد، وبين هذا التاريخ إلى العالم انطلاقة الحضارات من العراق.